ما قصدي يا شيخ محمود، قصدي يا سي محمود. اصل حضرة جناب العمدة قال ان انت ما انت الشيخ ولا حاجة. مش كده وبس، ده قال كمان ان انت ما انت الشيخ ولا حاجة برضو. ايوه، فانت ولو فقول حسبي الله. عايزيها يا وائل انت وكامل؟ مش مسموح لك تدخل الجامع. ولا مسموح لك تدخل الجامع برضو. ايوه يا اخي، اتجنيتوا انت؟ اتجنيتوا؟ اتجنيت؟ لا لا. ليه؟ طب توكلوا على الله، خد كامل وروح توكلوا على الله يا ابوي. خلينا نقيم صلاه الفجر، خلي الناس تيجي تصلي، الناس العاقله اللي تعرف ربنا. بقول لك يا سي محمود، حضره العمده قال ان انت دخولك الجامع ده حرام شرعا. ما تلبسنيش ذنوب، كفايه اللي انا شايلها يا اخوي. يا اخي ياكلينهم شاربين سطلين ميه ساقعه، انتوا التنين قوم سكرتوا. انت شربت ميه ساقعه؟ ما شربتش ميه. لا ليه؟ طيب اوعى يا وائل، اوعى. ما تعالى يا شيخ محمود. امسك يالا، وقف مكانك، ما تخلينيش اعمل تصرف هتندم عليه. ما ترفع عليه البندقيه يا وائل. دي اوامر جناب العمده، وانا خدام جناب العمده. سلام عليكم. تعال. السلام عليكم ورحمة الله. تعال يا شيخ مبروك، اتفضل شوف. اسمع وشوف. خير في ايه؟ خير؟ خير ايه يا راجل؟ التنين متخشبين واقفين قصادي ومرفعيني بالبندقيه زي ما انت شايف، ما عايزينيش اخش الجامع ولا نصلي فيه. اتجننت يا واليك؟ يكونش يا سي محمود عنده اوامر بكده يعني؟ اي قلت لي، ما وائل قال لي برضك، قال لي انا عبد العمده. اخص على دي بلد وعلى ده عمده. لا لا يا سي محمود، لا، ما ينفعش تاخصن على الراجل وهو مش موجود، لا عيب. هتلبس نفسك ذنوب يا راجل، بدل الذنب الكبير اللي انت خايط فيه. ذنب كبير وخايط فيه؟ امال ذنب ايه ده يا ابوي؟ عرفني. عصيان ولي الامر يا سي محمود، يا مولانا اللي بتؤم المصلين وبتخطب فيهم، ولا مش عارف ان ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: اطيعوا الله واطيعوا الرسول، وايه؟ قولها واولي الامر منكم، ولا تقيل على لسانك اياه. طيب هو ولي الامر بتاعنا قافل الجامع في وش الناس، مانع صلاه الجامع، واحنا هنصلوا في اي مكان، عشان اي مكان ربنا جعلهن مسجدا وطهورا. يا عم مبروك. لا ما تخلطش الامور يا اخويا، مش كل الارض طهر، فيه حتت طهره وحتت والعياذ بالله نكسه. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله. ما تلبسش الحق بالباطل يا سي محمود. حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قامت الصلاه. يا عم محمود اللي انت بتعمله ده خبل وهبل. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من همزات ابن الكلب الشيطان. وسع يا اخويا بالحديد اللي في يدك دي. أنا مين؟ وأنت مين؟ أنا مين؟ أنت فاطمة؟ بجد يا بيت؟ أنت فاطمة؟ ياه، الحلم بدأ يتحقق يا ولاد. أنا ياما حلمت يا بيت إن أنا وأنت لوحدينا كده في السرير. أنا مين؟ ايه تقولي ولا اقولك؟ طب تجيلي ولا جيلك؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الطعامة دي؟ انا مش مصدق نفسي. ايه يا بنت الجمال دي؟ فاطمة؟ مش معقول. ايه دي؟ انا اجاني. ايه دي؟ وبعد ذلك يا فاطمة فيه ايه؟ مش هينفع يا اخوي، ماني قلتلك مش هينفع، ومقام السياح ما هينفع. سايح ايه؟ مش اكتر مني يا بنتي، انا تعبان. اسمع مني يا اخوي، انا خايفه عليك. اه يعني انا طول الليل عمال احايل فيك واتحايل عليكي واضحك معاكي واقولك انا مين وانت مين؟
ايه يا فاطمة؟ ما تخلينيش. لا والنبي يا اخوي، والنبي يا اخويا ما تزعل مني ولا تاخدني غصباني. اصبر بس حب. اصبر حب؟ ماشي هصبر حب. صبرت حبة اهو، كفاية كده ولا اصبر تاني؟ يا بنتي كده الصبر طال. اصبر بس شوية كمان، هانت. ماشي ماشي. والله اصبر حبة كمان، انا صبر اهو. يا بيت يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم على الصبح. صباحية مباركة يا عريس. مش شاكرين يا أختي، سيباني بقى في الوكسة اللي أنا فيه. خش يا عتمان. أخش في إيه؟ خش في عبي. خش في إيه يا بنت؟ أنت هتنكد عليا حتى في الصباحية؟ اهدي انت هنا يا حفيظي. يخرب بيتك، الاهل لا يصبحك ولا يربحك. ايه يا بنت اللي انت لابساه دي؟ وماله يا اختي اللي انا لابساه؟ ايه اللي غيران مننا يلبس زينا. خش يا بنت استري نفسك بحاجه وتعالي، انا عايزاكي. عايزاني؟ عايزاني في ايه يا اختي؟ هو انا قادره اعمل حاجه؟ ده انا ما نمتش طول الليل والنوم كبس علي اخر كبساني. اصل عتمان ما نيمنيش. يو ده انت طلعت مسخري. بطني صداع الحمام. صباحية مباركة يا عروسي. الله اكبر الله اكبر. اهو النبي، هي دي العرايس ولا بلاش؟ والنبي يا بنتي يا فاطمة، انا لو زي كده لكنت سويت الهوايل. تسلميلي يا سلفتي، تسلميلي يا حبيبتي يا غالي. اعمليلي فنجان قهوة سادي وفقشيلي بطان انا وسيدي. شوفي الولية الناقصة دي، بدل يا اختي ما تباركي لها وتديها نقطتها. خلي النقطة للي هيجيها نقطة. جرى ايه يا دريتي؟ داني في صباحياتي، ده انت شكلك انهبلتي اخر هبلاني. ايوه يا توتو، هجيب لك خيار يا نور عيني وجايلك على طول. العمدي توتو. طب يا اختي ما تبقيش تنسي تليفي له ظهره. ماشي يا توتو، يا رب تموتوا. اي اوه، خبر ايه يا ام الغايه؟ ضرب ابوزك من حداك لحد الحيط ليه؟ هنعمل ايه في العيشه والمعيشه؟ هنتصرف ازاي بعد ما منعوك من دخول الجامع واتمنعت الحسنه اللي كانت بتجيلك من تعليم الولاد وتحفيظ القران؟ هو يعني تعليم الولاد وتحفيظ القرآن ما ينفعش إلا في الجامع؟ ما ينفع هنا في البيت، مش لازم في الجامع يا شيخة العرب. يا ولي الرزاق موجود ونعم بالله. ربنا العزيز قال إيه في حديث قدسي؟ عبدي خلقت السماوات والأرض فما أعياني خلقهن أفيعين رغيف أسوقه لك كل حين. يا أم الغايب إحنا علينا السعي وربنا عليه الرزق والفرج. ربنا موجود. بقول لك يا محمود، انا عايزاك تعتني حبه بالقراطين اللي سابهم لي ابويا. اهو محصولهم يجيب لنا قرشين ولا اجرهم لحد يزرعهم. حاضر ماشي يا شيخة العرب نشوفوه، بس برضو انا ما عايزكيش تخافي وتحزني قوي كده، عشمنا في الله يا ام الغايب اقوى من الخوف اللي انت غرقانه فيه ده. ونعم بالله، ربنا يا رب ما يذلنا لحد ابدا. اللهم امين يا رب. فكيها عاد وفرفشي.